العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها ما كنت متوقع تاخد كل هالاحتياطات. حكايتك مش سهلة بالمرة وفجأة لقيت نفسي فيها طرف. منك مضطر أبدا. شو ذنبك أنت؟ ذنبي إنك تخصيني كأنك حد من عيلتي. أنا بعتذر إني حطيتك بهالموقف. صدقني ما كنت بدي أبدا. حمايتي ليكي ده أمر مفروغ منه ومش محتاج له تبرير. أنت كنت عايشة في جحيم. أنا عايز أعرف أنت استحملتي ده إزاي يا حب؟ قول شو كان بدك تقول؟ نفسي أقول حاجات كتير قوي يا نايا بس مش قادر. أعذريني. تعرف أنا بقيت عامل زي إيه؟ عامل زي رواية صحراء التطار. شو بتحكي هالرواية؟ الرواية دي يا ستي بتحكي عن مجموعة جنود محاصرين داخل قلعة في وسط الصحراء في حالة ترقب ورعب وانتظار مستنيين لحظة هجوم أعدائهم عليهم واللحظة دي ما بتجيش أبدا وبالرغم من كده حالة الرعب والترقب ما فرقتش حد فيهم. بليز كريم ما تحس حالك طرف هيدي معركتي بدي خوضها لوحدي ما رح اسمح لحالي ابدا انك تتأذى بسببي اللي عملته لهلا ترميلي اكثر من مطلوب غير هيك انا ما بدي صدقني لو شو ما صار انا رح حارب لحتى انت تضلك بعيد عن هالقصه. ما انت ملاحظه ان كلامنا كله بقى عباره عن مفردات عسكريه كاننا في ساحه حرب. هو اذا عارف عاصم الحقيقه رح يتحول كل شيء لساحه حرب بس هالحرب ما حدا رح يعرف لوين بدها توصل شو رح يكون مداها. أهلا وسهلا تفضلوا شرفتي مدام. بونسوار مدام. أهلا أستاذ عاصم حضورك بشرف المساء. ميرسي. وين مدام نايا؟ المدام نايا عطتك عمرها. شو؟ شو هالخبرية هيدي؟ يا خسارتك يا مدام نايا. منال بتكون تشرفنا. أهلا احنا جايين نستلم التكريم عنا بركي تكون عم تشوفنا هلا ان شاء الله تكون روحها بالسما ان شاء الله.
الحقيقة أنا كتير مبسوط إنه نايا إلى عيادة بيضاء عن مصح. شو بدي أقول لك يا أستاذ عاصم؟ ما كنت بتقطعنا أبداً. كانت تيجي تزوركم كتير؟ يمكن مرتين بالجمعة، ولما راحت أمها خسرناها بالحقيقة. الليلة اللي مثل أمثالها، أنا ما شفت حدا حنون على أمه مثلها، مش بس على أمها، على كل المسنين. عن إذنكم، أهلا وسهلا، تفضلوا. يلا شو رأيك نمشي؟ كيف بدنا نمشي قبل ما نستلم التكريم؟ طول بالك أخي. يلا حبيبي. بس جوزة ظلمي خطير، انت هيك قلت، وبيضربها الحقير. شو ناوي تعمل؟ ما بعرف، بس بحس لازم احميها منه. احميها من جوزة؟ هاتك تقلت شرب بيرضى عليك، ما بقى تشرب. اذا جوزة بيضربها وبيستعبدها، انا بدي حررها منه، بدي خلصها. أهلين جبران. بدي شوفك. ما فيني، أنا مع عاصم مشوار. مشوار شو؟ تكريم لنايا بدار مسنين. وبدك تتأخري؟ ما بعرف، حسب الظروف والترتيبات. منال منال، بدي شوفك. بس خلص بحكيك. منال قولي لي وين هيدا المصح؟ هلأ لا تقلي بدك تيجي. ايه بيجي شو فيها هيك، بحضر التكريم وكون حدك. جبران شو قصتك؟ ما بعرف، حسيت انه لما رجع خيك غرق بالماضي، انا وياك عم نبعد عن بعضنا. معك حق. بالوقت اللي نحن لازم نكون قراب من بعضنا منال، وخاصه اني طلبت ايدك منه. ليك جبران شكلهم بدهم يبلشوا. بحكيك بس خلص. ايه يلا باي. وأخيراً إلى روح الشابة المعطاءة صاحبة الأيادي البيضاء السيدة نايا غريب، التي لم تبخل يوماً من جهد ووقت تقدمه لهذا الدار، نفتقدها هذا اليوم ونقدم هذا الدرع التذكاري لروحها. يتسلم هذا الدرع قريبة المرحومة نايا. تفضل. حب خبر السادة الحضور انه صندوق التبرعات موجود الى جانب البوفيه المفتوح. تفضلوا. إن شاء الله كل شيء عزوقك مسيو عاصم. كل شيء كان منيح، يعطيك العافية. بدي استأذنك قبل ما أنسى، إذا في مجال زور قبر المرحومة نجاة أما لنايا. بس الست نجاة تركت المصح زمان وسافرت. من زمان؟ إيه، إجت الست نايا لهون وأخدتها، كان معها شاب قريبها بفتكر، اجا اخذها دغري من هون للمطار.
من الإنسان. تكذب علي؟ كذابة؟ تكذب؟ واطية كلبة حقيرة، كلبة حقيرة! حبيبي حازم طول بالك، شو رأيك سوء عنك مو أحسن؟ وهداك عم يستغبيني! تسليم شكراً. حسب صباطي يا كلب. الله يرحمه. الله يرحمه. ألو جبران. خليلة إلي عند الفيلا. روحي أنا وياه مشوار. عاصم بده يشوفك قدام الفيلا. يلا يلا منال أنا ماشي مشيت. طول بالك حبيبي. قومي انزلي. ليش لوين رايح؟ انزلي. جبران اطلع معي. الكلب كان كل الوقت عم بيكذب. جيتوا لعندك على القارب معنا صدفة، كل شيء كان مدبر. بس أنا يلي بدرت وحكيت معه مش هو، وكان عم يحاول يستدرجك. كان ناوي ينام على الشط 3 أيام لحد يلفت لك نظرك. والظاهر نجح بأسرع من هين الوقت. أنت متأكد أنك بتعرف بيته؟ هلا أنا وديته مرة على بيته، بس بعد كل شيء صار ماني متأكد إذا هيدا بيته عن جد أو لا. ايه بس انت هيك عم تورطني باشياء ما لي علاقه فيها، يعني من ميله انت عم تهرب من الدرك، من ميله ثانيه بنت خالتك تطلب مني ما اجيب سيره اني التقيت فيها بمصر، مع كل هيدا اكلت بهدله كرمالك من واحد ما بعرفه، لان اجى اخذك من هون انت مثل لبسان ما فتحت تمك. بكل هالقصه هلا شو بدك؟ بدك ياني روح على مصر مره ثانيه تجيب لك مصاري من بنت خالتك اللي شكلها هربانه مدري من شو هي كمان. لا وبكل هالخبصه يا ريت فهمت منك شيء، مان ولا مره قبلت خبرني الحقيقه. هشام انا بعتذر فوتك بكثير متاهات، بس بوعدك انه هيدا اخر طلب بطلبه منك. انا بحاجه لمصاري، بدي سافر برات البلد، ومن بعدها رح ترتاح مني متقارة دمي. والله؟ إذا طلعت حضرتك مورد بشي ورطة أنا شو بدو يصير فيه؟ بدك تفكروني شريك معك يعني؟ لك ترضالي إياها ولو فادي شو قصتك؟ ولو يا زلمي أنا معقول أعمل فيك هيك؟ ولك أنت إذا بتطلب دميتي أنا بعطيك إياهم. بس ما أنت عم تقلي إنه هي غيرت عنوانها ورقم تليفونها، كيف بدي أوصل لها أنا هلا؟ كل بدي إياه منك ترجع تروح على الشركة مرة ثانية. أنا رح أرجع أشوف أنجي. مين هي؟ مديرة مكتب صاحب الشركة الأستاذ كريم. شو اسم الله عليك؟ صرت حافظ أساميه؟ ليك رئيس أنا نشف ريق بدك تشرب شيء؟ سوري. يا تيتا فادي هو شاب أسمر منه طويل ومنه ناصح. بس يا ابني أنا ولا مرة أجرت البيت لحدا، كل عمري قاعدة لوحدي. طيب عزبتك يا تيتا كلك زين. أهلا وسهلا. شوف مثل ما توقعت ما بتعرف شيء. هلا كيف بدنا نلاقيه؟ الو مرحبا هشام كيفك؟ انا عاصم غريب عرفتني؟ اللي اخذت نمر تليفونك من المباحث المره الماضيه. ايه اهلين استاذ عاصم. هشام أنا بعتذر عن المرة الماضية، الحقيقة غلطت كتير معك، بس اضطريت أعمل هيك وخصوصا مع واحد نصاب مثل فادي. بسيطة مش الحال. ومثل ما فهمت من حضرة النقيب إنه أنت إنسان محترم وما بتحب الغلط. مرسي هذا من ذوقك. الحقيقة أنا خفت عليك يعني لما شفتك قاعد مع فادي هذاك اليوم. بصراحة قلقت، يعني أنا خفت تكون ضحية من الضحايا اللي نصب عليهم، يعني خصوصا من فادي وعيلته. هو وعيلته؟ ايه طبعا. انت ما بتعرف انه هن عيلة نصابين؟ طيب ان شاء الله خير مرسي. اوعك تفتكر انه اللي هجموا عليه هداك اليوم هن عصابة، هدول جماعة عم بياخدوا حقهم منه. صراحة انا
حبيت احكي هيك للنقيب، قلت على الاقل لرجع حقي اولا. لا بس هن عن جد عصابه، وحتى فهمت النقيب ان عندهم سوابق. مزبوط هذا الحكي شا مزبوط، بس هو واحد منهم والحقيقه قدر يصمد مثل الشعره بالعجين، والمباحث ما قدرت تمسك عليه وحده. مشان هيك انا بدي مون عليك تعطيني عنوان ورقم تليفونه، لانه هالمره انا حابب اسركه. يعني هذيك المره فلت مني، بس هالمره ما راح يفلت. طيب استاذ عاصم، لكن من ضل على اتصال. الله معك. هشام هو معك ما هيك؟ الله راد. هشام انت وين؟ ان شاء الله. انتوا قاعدين بنفس الكافتيريا معك؟ ايه ان شاء الله، مثل ما الله بريد. شو عاملين معه للزلمة انت وعائلتك؟ نحن شو عاملين معه؟ ولا هو شو عامل معنا؟ بعدين ليه عم تحكيني هيك هشام؟ لأني بصراحة ما بقى عارف مع مين قاعد. روح فادي، قوم بسرعة، هروب من هون. ليه شو فيه؟ عاصم عم بدور عليك، والهيئة انتبه اني قاعد معك بنفس الكافيه. شو عرفه؟ لأن سألني وأنا ما جاوبته. هشام ليه ما نكرت؟ لأن ماني مضطر كذب بقى، من الواحد ما بعرفه ولا بعرف عنه شيء. عرفت ليه؟ كتر خيرك والله. وين بدك تهرب مني هالمرة؟ وين بدك تهرب؟ شوف قدام منك حل من اثنين، يا بتروح معي على المباحث وهن بيحققوا معك، بدك تعترف لي لإلي بالحقيقة. بدك تحكي لي من اللحظة اللي هربت فيها خالتك الله يرحمها ما حرمنا المصون، لهاللحظة. شو قلت؟ ماشي ماشي. الو، مساء الخير. دموزيل انجي، هشام عم يحكي. ايوه هشام، انا عارفه. خير؟ والله ما بعرف اذا خير، بس يا ريت اذا فيك تخبري نايا انه فادي ابن خالتها وضعه ما بطمن. ايوه هشام، بس انا مش عارفه لها سكه، اكلمها ازاي؟ وانا كمان عم جرب احكيها، بس خطها كل الوقت عم يعطي مسكر. طيب anyway، اذا حكيت معك او التقيت فيها بليز قولي لها انه في حدا اسمه عاصم الهيئه له دين على فادي او ما بعرف شو، اجا اخذه مره عن جديد، بس هالمره شكله عن جد ناوي على الشر. حاضر يا هشام، ربنا يستر. وبعتذر اذا عم عزبك معي. يا لهوي، هو في رقه كده؟ لا خالص، بتعذبني؟ مفيش عذاب ولا حاجه خالص. لا قول يا هشام، هو انت ما بتجيش مصر خالص؟ والله انا بكره عندي رحله على القاهره، وكنت ناوي امر عندكم على الشركه. انت بتتكلم بجد؟ يا اهلا وسهلا، تشرفنا في اي وقت. بصراحه هذا كان طلب فادي، لان حسب ما فهمت منه نايا كان بتبعت له غرض، بس انه انا هلا يمكن ما بقى قادر اشوفه لفادي. ليه بقى؟ هو ضاع فادي؟ مهضوم. والله العظيم انت اللي كتير مهضوم، ولو اني زعلانه منك. ليه بدك تزعلي مني؟ يعني علشان دايما بتيجي عندنا كده بسبب، يعني احنا ما نستاهلش منك تيجي تزورنا كده مره لله في لله. بلا اكيد. بجد؟ يعني اعتبر ده وعد؟ اي وعد. باي. يلا باي. يخرب بيتك شو مهضوم. ايه ده؟ طب انا هوصل هنا دلوقتي ازاي؟ وين الموبايل؟ وين الموبايل؟ معقول ما معك موبايل؟ ما معي لاكل، كيف بدي اشتري موبايل؟ اسمعوا لك، هلا بدك تحكي لي القصه من اول وجديد، قسما بالله اذا بتكذب علي بحرف لامحيك من على وش الارض. بنت خالتك وبتعرفها منيح، هي زوجتي واكيد حكت لك عني. اكيد اكيد. اوكي هادي، إذا حكيت الصدق ما حدا رح يأذيك، ما تخاف قول. أول ما جوزت نايا وبعدت عن العيلة ونحن سافرنا، هونيك نهار بتتصل فيي وطلبت مني إنه بدها تشوفني. بعدين قالت لي إنه بدنا ننقل خالتي على مصح أحسن من المصح اللي هي فيه، لأنه منا مرتاحة وخالتها عم تدهور أكثر وأكثر. بدك تقنعني إنه نايا نالت أمنا عدسة؟ أنا كنت بدين إلا يا على أحسن مصح بسويسرا. أنت كذاب. غريب، مع إنه نايا ما خبرتني هالخبرية. أصلا ما كنت تعذبت ونقلت خاطر من بلد للتاني.
لوين نقلتها؟ الله يرحمها، كانت خالتي. لسه بيقول لي الله يرحمها، ولك لوين نقلتها؟ طول بالك يا عاصم. لو لحلب. ليش لحلب؟ لانه كان بدها اياها تضل حد امي لامي تهتم فيها، والله سطر انه تاخرت 5 دقائق وما رحت معها بالتفجير. ملا نايا ماتت بالتفجير. الله يرحمها. في حدا براسه عقل بيعرف شو عم بيصير هيك؟ بيبعت امه على حلب؟ ما معقول. نايا زوجتك وانت بتعرفها اكثر مني. بعرفها؟ طول عمرها مجنونه. وليش ما خبرتني باعتبار انا زوجها؟ بدك خبرك للصراحة من دون زعل؟ تفضل. قلت لي انه انت اصلا بعتها لانه ما بدك نايا تشوف امها، بس يا ريت استفادت من شيء. لو سمحت كلمتك كانت على القليلة ما انحرقت من شوفة امها للابد. شو جابك على تخرب جبران؟ نايا كانت تبعت مصاري لخالتي، طلبت مني أكثر من مرة أنه ضل قريب منها، لكل مرة يكون معها مصاري تبعتهم. شو؟ يعني ما كان في بنت بتحبه ولا شيء؟ لا يا كابتن، أنه أنا معقولة أركض ورا بنت من مطرح للتاني؟ ما في مليون وحدة بالكون. أنا بعتذر منك أني خبرتك هذه الخبرية وتعطفت معي. لا، أنا ما تعطفت معك، أنا تعطفت مع قصتك بغض النظر إذا كانت القصة صحيحة أو لا. بعد ما ماتت خالتك ليش فيت مع جبران؟ اللي بيتعرف على جبران صعب يخسر صداقته. ولما توفت نايا أنا ما عاد إلي لزوم. إيه وشو كمان؟ كيف يعني؟ يعني شو في شي لسه ما بعرفه؟ مثل شو؟ اسمع لك، انت رح تضل محبوس هون ورح اربطك بهذا الكرسي مثل الكلب لبين ما اشوف شو بدي اعمل فيك. تعرف ليش؟ لانك انت واحد كذاب، انت وبنت خالتك عيلة كذابين. جبران جيب لي حبل. هشام قال لك انه هي الشركة؟ ها؟ هشام ايوه فادي. مالك يا انجي؟ انا مالي كويسة؟ في ايه؟ انا مش فاهم يعني ليه ساعة ما بجيب سيرة هشام بالذات اذ فجأة كده بيظهر عليكي علامات الانوثة؟ ها؟ وصوتك بينعم، عيب عليك. لا والله ابدا عمري ما في امانة كويسة. طب خلاص خلاص خلاص، لو جه هشام لو جي مين؟ هشام يا فندم. اه شوفي صوتك بينعم اهو، شفتي؟ ما علينا، لو جي في اي وقت خليه يستناني، ولو انا برا الشركه تكلميني على طول، مفهوم؟ حاضر. يلا نجرب. استني. ايوه فندم. قولي هشام مره كده. هينعم يا فندم. بس امشي امشي امشي. نايا كيفك كريم؟ طمنين عليك. وحيدة تعيسة وبعيدة. عشان خاطري ما توجعنيش بالكلام ده، انت عارفة لولا الظروف انا ما كنتش سبتك لحظة واحدة. بعرف. على فكرة هشام كان بيتصل بانجي، واضح ان جوزك اكتشف حاجة جديدة. مثل شو؟ مش عارف، بس عايز اقولك ان قريبك بضيافة جوزك دلوقتي مرة تاني؟ ليش؟ اكتشف هالمرة كمان؟ استغربي لو قلتلك ان انا مشتاق قبله. ايه بالمين؟ المحروس جوزك عاصم؟ كريم اكيد انت مش بوعيك. انت هتفضلي كده لحد امتى؟ كريم ما بدي افكر بالموضوع ده. انت ما بتعمليش حاجة غير التفكير في الموضوع ده من يوم ما قريبتي لحد دلوقتي. يا بنتي ده مسيطر على حياتك، ده بيطلعك في كوابيسك، محولك كأنك واحدة مشلولة. أنا حاسس إن عاصم ده عايش معاكي. بليز كريم أنا ماني جاهزة، وما تخليني أنت مني حكيتك. طب ممكن تعرفيني لو فضلتي هربانة بالشكل ده هتستفيدي إيه؟ أنا مش عارف ليه أنت بتربطي حياتك وموتك بشخص، مجرد شخص، ومقتنع 100% إن هو الوحيد اللي له الحق إنه يتحكم فيك ويتحكم في حياتك ويرسم لك شكل حياتك. أنا
حاسس ان عاصم بيرسم لك شكل مصيرك وهو مش عارف اصلا. تخيلي بقى لو عارف هيكون فخور جدا طبعا. عشان خاطري انا مفيش داعي تديله الشرف ده. بس انا كده فاكره حالي اني خلصت منه، خلصت من حالي معه، خلصت من صورتي بعيونه. كنت فاكرة حالي اني خلقت من جديد بعيون ناس جديد بذاكرة جديدة ما فيها لا صوته ولا وجهه ولا شي من اللي حواليه. حتى اصحابي، اصحابي اللي انا بموت فيهم تخليت عنهم بس لانه هن بيشاركوني نفس الذكريات بنفس الايام نفس اللحظات. عرفت ليش هيك عملت؟ طب عشان خاطري اولا مش عايزك تضايقي نفسك خالص. اسمعيني كويس يا نهي، الموضوع ما فيه انك متمسكه بفكره واحده، انا عايزك تفكي عن الفكره دي خالص. واجهي. اسمعي كلامي، واجهي. كريم ما بقدر، ما بقدر. عشان خاطري عاصم متخيل ان الكنترول في ايديه هو وانه هيتحكم فيكي طول العمر وقت ما هو عايز. خلي المبادره من عندك انت، روحي له واجهيه. انت عم تطلب المستحيل، انت مش فاهم شيء. اطلبي منه الطلاق وخلي حياتك تمشي طبيعي، ده حقك، ابسط حقوقك. وقتها انا هبقى في السليم وهقدر احميكي. صدقيني يا نايا انا هحميكي من عاصم واي حد يفكر انه يأذيكي في يوم من الايام. بس اديني فرصه اعمل حاجه، انا عامل زي مشلول كاني ايدي متربطه. نايا عشان خاطري ساعديني، ساعدي نفسك. انت عم تطلب مني اروح على الموت باجريه يا كريم؟ بالعكس يا نايا، ده انا بفتح لك باب الحياه. وانك هتلاقي النور والشمس والهواء والحريه اللي انت بتحلمي بيها طول عمرك. دلوقتي وحالا تروح فين؟ عزمك العشاء، بقالي كتير قوي متعشتش معاك، وحشتنا ايام زمان. انا اصلي عامل دايت. حتى لو عامل دايت مسمتك مش جعان دلوقتي؟ من ناحيه جعان بصراحه انا جعان. انا كمان محضره لك مفاجاه حلوه قوي. خير اللهم اجعله خير. تعالى بس مش هتندم. يلا يا نهار ابيض بليز. طب ثانيه واحده بس، اخد حاجه المكتب واجي معاك على طول. مش ممكن دايما عدى الوقت. الكاميرا وقعت من محل عاصم. ما غريب كيف وقعت مع انه مثبته كتير منيح. يمكن من العاصفه اللي هبت امبارح. كل شيء وارد. منيح اللي شفتها كانت واقعه على الارض بالزاويه. لو ما وقع مني المقص تبع الزريعه ما كنت انتبهت لها. طيب حبيبتي ولي. ما تنسى حبيبي تصلحها او تبدلها. وين بحط لك اياها؟ وين ما بدك. اوكي بس ما تنسى حبيبي ايه؟ ما بدي جنيني بلا كاميرا. اوكي.
ألو، أهلا، هون بيت مدام ناية غريب، مديرة النادي البحري للرياضات المائية. والله هي عطتك عمرها. ألو، معقول؟ ما بصدق ناية، مستحيل بترجيك تقول غير شيء. عفوا مدام، أنا ممكن أعرف مين عم يحكي معي؟ باردون مسيو، بس عن جد بعدني ما وعيت من الصدمة، ما بصدق أنا بكون مديرة النادي البحري. شكرا كثير مدام لتعاطفك، أنا زوجها لنايا غريب، شو بقدر أخدمك؟ بصراحة ما بعرف شو بدي أقول لك، إن شاء الله تكون روحها بالسما. أنا بعتذر عن جد، لو عرفت بالموضوع قبل هلأ كنت عملت الواجب. ست نايا عزيزة على قلبنا كلنا. شكرا، طالما أنت مانك سمعانة بوفاتها ممكن أعرف شو سبب الاتصال؟ خلص هلأ الكلام ما بقى يفيد، خسارة. بفيد مدام، بفيد، كل شيء بيتعلق بناية غريب بفيد، خصوصا بعد رحيله. معك حق، نحن زملاء لها بالنادي ورح نفتقد لها هالقد، كيف انت زوجة وعايش معه؟ صحيح صحيح، معك حق. ما بدي زيد عليك وجع، بس ممكن اعرف كيف توفت نايا؟ هي توفت غرقت. نعم غرق؟ مش ممكن، نايا أحسن مدربة سباحة عنا بالنادي. مدربة سباحة؟ أنا كرمال هيك تلفنت، عم بقول ليش تليفونها كان عم يعطيني مسكر. نحنا كنا ناويين نبلش دورة تدريب جديدة وما في عنا أشطر من نايا بالتدريب بالسباحة. بتصور بالأول ما كانت تتجرأ تغط إجرة بالمي، ضلت تتمرن وتتعلم لحد ما صارت مدربة قوية، الله يرحمها. ألو أستاذ عاصم، ألو بعدك معي؟ عاصم وين أولاك؟ عن مين عم تحكي؟ ما بتعرف عن مين يا واطي؟ يا واطي يا عاصم، ما تضيع حياتك ماله؟ شو قرب إيدك؟ قال لي جوعان، محضر له لقمه كلها. قد ايش صار لك تطبخها؟ هيدي ما بدها طبخ، بس بدها تسخين. طبخها جاهزة. كنتوا عم تطبخوها سوا وعلى نار هادية. عاصم انت عن شو عم تحكي؟ لا لا لا، انت بتعرف منيح انا شو عم بحكي. كل شيء عم تعملوه مخطط له، وكنتوا ماشيين فيه خطوة بخطوة، بس انا المغفل الوحيد اللي ما كنت عارف عن شو عم بصير. رغم كل شيء فيه كاميرات وبروجكتورات، طلعت انت والست نايم عم تخططوا منيح. عاصم عاصم صدقني انا ما عم بفهم شيء. الست نايا طلعت بتعرف تسبح، مدربة سباحة. بتعرف تسبح يا سيد جبران، يعني هي ما غرقت ولا انتحرت، هربت. بحكي لك، نايا ماتت. وانت بدك الحق عشان تحكي لي الحقيقه؟ احكي. جبران كان يحبها لنايا، كان يلحقها من مطرح لمطرح. يعني ما كانت صدفة أبداً إنه البوت تبعك يرسي جنب الفيلا اللي ساكنة فيها حبيبة الليل. عاصم عاصم، القصة مش مثل ما أنت فاهمينها أبداً. أوه كيف بتحبني فهمت؟ عاصم القصة قديمة كتير، حتى نايا مش متذكرتها ولا متذكرة إنها التقت فيي. أيوه، يعني أنت بدك تقنعني إنه أنت ما بتعرف على ست نايا ولا حكيتوا مع بعضكم ولا متفقين على شيء، وإنه هي صدفة اختارت القارب تبعك لحتى تنتحر. هيك قل لي شو؟ صدقني يا عاصم، أنا مثلك كنت مفكر إنه نايا خرقت. لا لا، أنتوا كلكم كنتوا عم تتآمروا علي. أنا ما ظلمت لنايا، أنا ما غلطت بحقها، وشكي كان بمحله. أنا كنت حاسس إنه في طبخة عم تنطبخ ورا ظهري، مشان هيك كنت أضربها لأنه معي حق. أنا ما ظلمتها، أنا عاقبتها
عالشي اللي كانت عم تعمله من ورا ظهري، وما كنت بعرف. وانتو كلكم كنتوا عم تستغفوني، تستغفلوني وتصوروني على انه انا المجرم الحقير الظالم اللي بيستحق العقاب. انا سددت، افتقرت نفسي، وندمت كثير لدرجه انه استسلمت للموت. ما كنت مصدق امتى يجي لحتى اخلص وارتاح. ويا ترى هي الرقاصه كانت من ضمن الترتيبات لحتى تكتمل صوره المجرم القذر، وحضرتك كنت عم تلحقني مثل ظلي من محل لمحل لحتى تركب الجريمه؟ ما بس الله كبير، الله كبير، طلعت صغار، طلعت صغار واندال. ويلاه! ما بعرف. يعني انت عم تعترف انه هي ما ماتت؟ لا، انا اقتنعت بكلامك. منطقي بيقول اذا نايا بتعرف تسبح يعني ممكن كتير تكون مخريت. ممكن. لازم تسأل. بدك تسأل فادي؟ لك انا عم بلفق مع نايا بدرس تفاصيل بوط من اول لاخر. انا ما بتذكر لما قلت لي انه نايا لازم تكون تعرف تفاصيل البوط حتى تنتحر المطرح. صعب الحال يوصل له. وينها؟ ما بعرف. وينها؟ آخر مرة شفتها طلعت بسيارة سرحان وفلت، ما بعرف لوين. فادي هو رفيق الصيد ورفيق المهمات الصعبة. فادي أستاذ عاصم جارنا وصاحب استثمارات كتير كبيرة بالبلد. تشرفنا أستاذ. أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. بس شو عاصم عندي بالبيت؟ ما عم صدق عيني. آه والله هيك صارت يعني. إذا بدك أنا برجع مطرح ما جيت. بالعكس، أنت بدي أعمل لك تمثال. لأنك عرفتني على حدا بهضامة وشياكة أكابرية الأستاذ عاصم. ديري حتى امسح فيك الارض. انتي رايح على البيت، ما عاد ممنوع تحكي بعد. ممنوع تغادروا البلد، انا راح احط اسمكم على حدود حتى اعرف الحياة. آه.